ويا غندور بدي راجب ونعمان ينهين بالساحة ينهين. إلك علي وديع بيته مكسر هيك كتير زلم كبير وما بيحمل. هلا شوفك لك بدي ملحس له. لازم يأكل قتلة وما يقدر يستحصل على بور. هيدي شغلة بتكلف. وتكلف شو تسعيرها؟ كل قتلة ولا سعر. هات لنشوف. الكفوف بسعر والخيزران بسعر ونتف الشوارب بسعر. عال أيد لي إياهم كلهم. إذا أخدتهم كلهم بيطلع لك لطة ببلاش. وبدي توقع له الطربوش. توقع الطربوش هيدا إكسترا. لك بندفع إكسترا. فإذا اتفقنا. ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع عرق بتراجي اللي بتلمع. علم حاتم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع. إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. وهيدا شو؟ هيدا شيش. هاي هاي هيدا بيجرح؟ أوف كورس. وهودي شو هاللي لابسهم؟ هودي كفوف البوكس. هاي هاي الضربة بتفدق؟ أوف كورس. يا أبو حلقة حاتم بو شهيدي ألا الاحترام اليوم وأنا بتعرفني ما بحب الأذى. دبر لي يا أنت بمعرفتك. فهمت عليك. وعلى قد القتلة بتكون الدفعة. شو رأيك بالشي بوكسين على المول وجهه أزرق؟ مش كافي. البوكسر كيك البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضجي. طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوشي جيدو. يا أبو حلقة فهم علي. جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحاتم شي قتلي فولكلورية. هاي هاي شي قتلي وطنية بساحة البلدية. هاي هاي هاي. ورح دبر لك عصاية تكسر كسر. وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. شوف شغلك. تؤمر أمر.